وأول ما يفتح الباب يلقى وراه الشارع ويلتفت ما يحصل أحد. وش فيك أنت حرين؟ لا تخبشنا هذا الليل. أول من بيس يا أخي. أنت كنت معهم صح؟ أنا معهم وأنا اللي معه قاعد بيتنا. لا هذا اللي مخوفك أنت فيها الحين. بشكلكم ما سمعتوا ذا سالفة ذاك. واحد يطول عمره أنت وياه كان قاعد في بيتي. بيت فاضي. المهم قام من النوم فجأة. كانت ساعة تقريبا ساعتين وربع الفجر. وضع مريب. عد هو نازل المطبخ فجأة قام يسمع أصوات قام يهوجس الولد. إلا شوي ويفتح باب المطبخ. فتح الثلاجة الرجال ما لقى قدام إلا سمك ولبن. سمك وإيش؟ أصبر شوي. خذ السمكة. أول ما خلص من السمكة وناظر والله ما قدام إلا كاس لبن. شرب لبن بعد. بالله بس كذا. بس هذا السالفة حقك. هذه خلطها. تأكلون الواحد أنتم ترى ما كملت السالفة. بعد ما شرب اللبن الرجال فجأة كان يتحول جسمه تغير. يا كذاب وش دخل السمك من وجب ذي المعلومة؟ لا صار لشهب جالس ياكل. معليش يا عيال ترى لخبطت في السالفة اللي في مخي غير. هو كل تفاح الظهر ترى